يعطيكم العافية أخواننا وأخواتنا ومتابعينا وعملانا طبعاً اللي قاعد يشوفونا حالياً على Q8_Paddles في الإنستغرام، وتقدرون تشاهدونا في Q8Paddles بقناة اليوتيوب الخاصة فينا. اليوم راح نتكلم عن أحد منتجاتنا اللي يعني في بعض الناس حالياً قاعد يعني يتعرفون عليه إلى الآن، شركة بلاك كراون، مو معروفة بشكل كبير حالياً في دولة الكويت، واليوم راح نتطرق لها مع منتجنا اللي هو موديل وولف. اليوم راح نتكلم عن بلاك كراون الموديل اللي هو الولف أو الذئب مثل ما انتم شايفين. شركة إسبانية ويعني المنشأ عندهم في برشلونة، هذا اللي احنا تواصلنا وياهم أكثر من مرة، تمام، ولهم فريق معروف في إسبانيا، تقدرون تشيكون على موقعهم، تمام، وحتى مكتوب هني بارسلونا إسبانيا، تمام. علموا البراند هذا بلاك كراون تونا تعرفنا عليه من خلال دخولنا في مجال لعبة البادل، وهذه احدى المضارب اللي الصراحة تفاجأنا انه يعني مستواها جدا عالي، خصوصا حق فئة المبتدئين والى المتوسط الانترميديت، حتى الادفانس يقدرون يستخدمونه. واخذنا رأي بعض عملائنا اللي هم اصلا ادفانس بلايرز، بس بعض المرات حابين يستخدمون شيء حق التمرين، او لما يعني خلينا نقول ادفانس بلاير حابين يلعبون مع مستويات اقل، فبالتالي ما يحتاج يلعب مضرب ادفانس، يحب يلعب مضرب شوية اقل، تمام، فبالتالي يعني يكون يعني متعادل مستوى اللعب، تمام. لو نتكلم بالسريع عن مواصفات المضرب، تمام، تقريبا الباور حسب موقعهم يقولون 70%، الكنترول 90%، الوزن من 350 ل 370، وراح نوزن هذا مثل ما عودناكم المضرب بعد شوي. وبالنسبة حق الفرين ستاندرد 38 ملي، يعني 3.8 سانتي. الشكل مثل ما انتم شايفين هو راوند، تمام. السيرفس خشن رف، يعني فرق عن بعض المضارب المبتدئين اللي يمكن تكلمنا عنها السابق في فيديوهات ثانية، تمام، عشان انت محتاج تسوي شوية كنترول في لعبة ضربة البنديخة، والفيديورة راح نتكلم عنهم لاحقا، تمام. الفريم مصنوع من الكاربون فايبر 50%، والفايبر العادي 50%. الاكسترنال كور الخارجي طبعا مصنوع من 3 طبقات فايبر جلاس، والربر اللي مستخدم داخل هو الـ EVA Soft Rubber، يمكن تكلمنا عنه سابقا وراح أتكلم عنه بتفاصيل بالمستقبل. إن يعني عادة الـ EVA Soft، شلون راح تعرفون بين Soft ويا XEVA أو يعتبر Hard Rubber؟ إن الفتحات من داخل لونها يفرق عن Advanced Rackets أو مضارب. هني لو تشوفون لونها أبيض، فأنت لما تمسك مضرب، هذه يعني معلومة عامة، لما تمسك مضرب وشفت الألوان داخل الفتحات أو المادة المصنوعة من داخل لونها أبيض، عادة يكون حق البيجينرز، وتكون من مصنوعة من السوفت رابر، حق يعني أنها تمتص وتخفف الإصابات عن المبتدئين، تمام. والله يعني إحنا شفنا وجربنا، لأن هذا المضرب وايد حلو حق فئة المبتدئين اللي حابين شوي شوي ينتقلون من مستوى المبتدئين الى المتوسط، احنا ننصح فيهم بهذا المضرب، وخاصه البراند بشكل عام، تمام. سهل انك تلعب فيه وسهل انك تتحكم بالكره، خصوصا الديفنسيف، يعني ينفعك انه مثلا اذا جالك لاعب على حظكم انت، مثلا جيت تلعب مع واحد ادفانس وما عندك انت هالمضرب، هذا فعلا يمتص الضربات ويخفف الاصابه والاهتزاز بشكل عام باليد، يعني او بالذراع او حتى بالكتف. ننصح هذا مره ثانيه المضرب حق فئه المبتدئين واللي داشين على المتوسط، وراح نوزن الحين معاكم. الحين بنشوف الوزن 372،
اللي مكتوب طبعا 165، بس انا قاعد اشوف انه يمكن هذا قاعد ينحسب يمكن كم جرام مع الشيس اللي موجود، فيعني كله 370 368 بشكل عام. يعني في كل الاحوال نقول حق جميع فئات المبتدئين ننصحكم تجربونه، ونبي تعطونا اراءكم، علشان احنا دائما نقول المنتجات من او المصنعين دائما يصنعون اكثر من مضرب، ودائما يطلع لنا مضرب جديد او مثلا خلينا نقول لفئة المبتدئين لنفس البراند وولف سنة 2022 غير عن 2023 الى اخره، طبعا لافضل الافضل والتحسن يعني والامبروفمنتس سواء بالكنترول والدفاع او الاتاك. نقول حق الشباب والبنات جود لك ان شاء الله في مبارياتكم المستقبليه، تابعونا على kuwait_paddles في الانستغرام واليوتيوب، ونتمنى لكم يعني مباريات ممتعه، ونرجو ان تعملوا لنا لايك وسبسكرايب اذا كنتوا على اليوتيوب او فولو في الانستغرام، وتابعونا في فيديوهات مستقبليه ان شاء الله راح تستفيدوا منها. يعطيكم العافيه.